مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. كانت اللحظة صفر، اللحظة التي أعلنت فيها تركيا بداية عملية درع الفرات، الفرات الذي شكل دائما خطا أحمر في السياسة الخارجية التركية وفي تعاطيها مع الأزمة السورية. شرق الفرات خط أحمر وغرب الفرات خط أحمر، مع محاذير عديدة في التحرك والتواجد التركي في المنطقة. اليوم مع درع الفرات انتهجت تركيا سياسة جديدة في التعاطي مع الشأن السوري، تدخل مباشر عسكري حاسم وسريع. هذا التدخل أتى دعما وإسنادا لقوات تركيا فصائل مسلحة، وأتى أيضا لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية داعش وكذلك القوات التركية المسلحة ممثلة في عديد الفصائل. درع الفرات، هذه العملية التي كانت في تحركها تداعيات، ولكن كانت لها أيضا خلفيات وأبعاد ودلالات كبيرة جدا، سنتعاطى معها اليوم في حلقة جديدة من أوراق تركيا، وسنبحث عن أسئلة أخفتها أوراق استراتيجية مع الدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي التركي، والدكتور سعيد الحاج الكاتب والباحث المختص في الشأن التركي. أهلا بكم، ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير ثم نعود. بعد أكثر من 5 سنوات من عمر الثورة السورية التي دعمتها تركيا سياسيا وإعلاميا وإغاثيا ولوجستيا وعسكريا، اتخذت الأخيرة الأسبوع الفائت قرارا رآه الكثيرون متأخرا جدا بالتدخل العسكري المباشر في شمال سوريا، بعد أن رأت التدخل على مدى السنوات الفائتة توريطا لها من قبل أطراف إقليمية ودولية. في العنوان العريض للتدخل الذي تريده أنقرة محدودا وسريعا وفاعلا، ثمة مواجهة مع ما يسمى بتنظيم الدولة وإبعاده عن الحدود التركية بعد أن ارتفعت وتيرة استهدافه للحدود والمدن التركية، وآخرها تفجير غاز عنتاب. وفي السياق الزمني ثمة محاولة لقطع الطريق على الفصائل الكردية المسلحة ومنعها من السيطرة على جرابلس بعد منبج، سيما وأن التعهدات الأمريكية بتراجعها عن المدينة بعد إخراج التنظيم منها لم تتحقق على أرض الواقع. تتحدث المصادر التركية عن انتهاء المرحلة الأولى بنجاح عبر إخراج التنظيم من جرابلس وبدء المرحلة الثانية التي تهدف إلى إعادة الفصائل الكردية المسلحة والمصنفة على قوائم الإرهاب التركية إلى شرق الفرات، في غياب لأي تقويم زمني يوحي بقرب انتهائها. بيد أن الأهم يكمن في انعكاسات الخطوة التركية الجريئة على مجمل المشهد السوري وتجلياته المستقبلية، خصوصا وأنها أتت بالتعاون مع المعارضة السورية المتمثلة بالجيش السوري الحر وبغطاء جوي من التحالف الدولي. فهل وأدى التحرك التركي فكرة الدويلة التركية تماما؟ أم إن الموضوع ما زال يحتمل الأخذ والرد؟ وهل مواقف مختلف الأطراف سيما واشنطن ثابتة لا تتغير بخصوص دعم أنقرة، أم إن الأمر مجرد توريط لها في تعقيدات المشهد السوري؟ وهل تعطي عملية درع الفرات للمعارضة السورية حافزا للاستمرار في معركة حلب وغيرها من الجبهات؟ أم إن المشهد يقتصر على مواجهة داعش والفصائل الكردية بعيدا عن النظام؟ والأهم من كل ذلك، كيف توازن تركيا بين موقفها السياسي المرن الذي قبل مؤخرا ببقاء الأسد في السلطة خلال الفترة الانتقالية، وبين مبادرتها الميدانية الجريئة؟ أسئلة كثيرة يبدو أن الأسابيع القليلة القادمة ستحمل بعض الإجابات عليها، اعتمادا على التطورات الميدانية والمواقف الإقليمية والدولية بطبيعة الحال. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، الحلقة اليوم من أوراق تركيا، عملية درع الفرات، ما تخفيه وما تعلن عنه. دكتور سمير صالحة، يعني العديد كان قبل هذه العملية يعتبر بأن تركيا قد تطورت في عندما تتدخل عسكريا في الأزمة السورية، ولكن بعد عملية درع الفرات تبدلت العناوين وظهرت أشياء أخرى، لماذا حسب رأيك؟ نعم، اسمح لي أولا أن أحييك وأحيي صديق الدكتور سعيد وأشكركم على هذه الاستضافة وأحيي المشاهدين أيضا. يعني لو سألتني هذا السؤال قبل عامين أو أكثر لكنت قلت لك أنه أنا كنت بين أهم المعارضين وأبرز المعارضين للدخول التركي
من جانب واحد يعني دخول أحدي إذا جاز التعبير إلى بين المزدوجين أيضا المستنقع السوري. المستنقع السوري لماذا؟ لأنه فيه الكثير من الخطورة والمعادلات على مستوى هذا الملف متشابكة معقدة، تحالفات غير واضحة وما زالت حتى الآن كما نتابع. لذلك كنت أعارض باستمرار، لكن الآن أمام تغير المشهد والذي يعني يدفع الآن إلى تبني الدخول العسكري التركي هو أن حجم الخطورة بدأت تغادر الأراضي السورية وتنتقل بشكل أو بآخر إلى داخل تركيا نفسها، يعني كما تقول القيادات السياسية الأمن القومي التركي. قد يكون هذا المصطلح مطاط، يعني نعم نعرف ذلك، لكن في المناطق الحدودية تحديداً والعمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت الداخل التركي، كل هذه المسائل برأيي إلى جانب مسائل أخرى طبعا خلال النقاش سنتطرق إليها على المستوى الإقليمي والدولي، دفعت أنقرة إلى إعطاء هذا القرار، ويدفعنا نحن أيضا كمتابعين محللين سياسيين أكاديميين عن قرب لقبول أنه هذا الخيار هو خيار مهم ولابد من اعتماده أحيانا، حتى لو كان خيار ليس يعني قد يكون فيه الكثير من الخطورة، لأنه الدخول إلى سوريا قد يكون سهل لكن الخروج صعب جدا، ليس فقط على تركيا بل على الجميع. من هنا يعني ينبغي دراسة خط الرجعة كما يقال بالعربية بشكل جيد. أيضا مهم جدا هذه الإشارة، لأن فعلا الدخول إلى عسكري خاصة في الأزمة السورية سهل، ولكن الخروج وضرورة دراسة خط الرجعة هذه النقطة مهمة جدا. ولكن قبل ذلك دكتور سعيد، يعني التدخل التركي في جرابلس أكيد حسب كل المعطيات على الأقل السياسية والموجود في ميدان، هناك ضوء أخضر أمريكي، هناك تنسيق حتى على مستوى الاستخبارات والمعلوماتي مع روسيا وأطراف أخرى، لماذا حسب رأيك؟ يعني أنا أعتقد أولا بعد مساء الخير لك وللدكتور والمشاهدين، أنا أعتقد هناك سياقات معينة وهناك أهداف واضحة وهناك أهداف حتى بعيدة المدى استراتيجية. في السياق كما ذكر الدكتور قبل قليل، هناك استهداف بشكل واضح جدا كان للحدود التركية على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، وتفجيرات انتحارية ربما آخرها وأبرزها في غزة عنتاب كان مؤلما جدا، وبالتالي فالهدف القريب الواضح هو إبعاد تنظيم الدولة عن الحدود التركية وإخراجها من جرابلس. لكن على مدى الاستراتيجي البعيد نرى أنه يأتي بعد عملية تحرير منبج بين مزدوجين من داعش، وهذا له علاقة بالمشروع السياسي الكردي الذي كنا دائما نتحدث عنه في هذا البرنامج. الكنتون الشرقي عين العرب كوباني، الكنتون الغربي عفرين، تريد هذه الفصائل الكردية المسلحة المصنفة إرهابية بالمناسبة على القوائم التركية، تريد أن تصل هذين الكنتونين جغرافيا ليكون بذرة لدويلة أو لممار كردي على الحدود الجنوبية، بل تريد أن تصل به إلى بحر المتوسط حتى تكون حتى أكثر حرية لاحقا في تصدير النفط أو ما إلى ذلك وفي العلاقات مع دول الجوار. تأتي الخطوة التركية في التكتيك السريع على المدى القصير لإخراج داعش من جرابلس، لكن المدى الاستراتيجي الأهداف هي منع هذه التواصل الجغرافي، قطع الطريق على هذه الفصائل الكردية من أن تدخل هي إلى جرابلس حتى لاحقا إلى الباب أو غيرها من الخطوات اللاحق لمواجهة تنظيم الدولة. هناك أيضا أهداف فرعية قد يكون الآن تركيا تقدم أحزاب المعارضة أو ما تسمى من فصائل الجيش السوري الحر كلاعب محلي سوري قابل الآن لمواجهة داعش، كانت هناك رفض سابقا لهذا الأمر، ولذلك كانت دائما واشنطن تقول أنا ليس لي إلا الفصائل الكردية اللي أعتمد عليها، بل أحيانا فضلتها على الحليف الاستراتيجية تركيا. الآن تركيا تقول هناك فصائل معارضة سورية موجودة على الأرض تريد وتستطيع من ناحية الإرادة ومن ناحية القدرة على مواجهة الدولة هذه العملية. تصريح نائب إبراهيم قول نعم نائب رئيس الجمهورية قال بأن الجيش الحر قادر أن يكون هو يعني المحارب أو بدعمه قادر أن يكون يعني مواجهة قوي لتنظيم الدولة أو للنظام أيضا. نعم هذه إشارة مهمة من إبراهيم كالن الناطق باسم رئاسة الجمهورية التركية، وأعتقد أنه يشير مرة أخرى لواشنطن يمكن أن تغيري حساباتك لا تعتمدي فقط على الأكراد، وهذا ما زال الحقيقة يعني مدار تفاوض و دعني أقول حتى صراع أحيانا سياسي ودبلوماسي بين أنقرة وواشنطن. في البداية كان هناك ضوء أخضر، نعم كان هناك قبول ضمني في هذه العملية، بل كانت الطائرات طائرات التحالف تشارك في الغطاء الجوي لهذه العملية، وهذا يعني غطاء سياسيا أيضا من التحالف الدولي ومن واشنطن. لكن على مدى اليومين السابقين رأينا تصريحات من البنتاغون من المبعوث الخاص لأوباما
ملف مكافحة داعش، من وزارة الخارجية الأمريكية، كلها تصوب في اتجاه واحد: العملية يجب أن تركز على تنظيم الدولة، يجب عليها أن تبتعد عن المواجهة مع الفصائل الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، وهذا غير مفيد وغير منسق وغير مقبول وفق التصريحات الأمريكية، بل أنه يفيد تنظيم الدولة وفق تصريحات أخرى. ولذلك أعتقد الأمر ما زال بين أخذ ورد. مهم جدا أن تكون العملية فعلا كما أرادتها تركيا، سريعة فاعلة ومؤثرة، وأن لا تبقى كقوة احتلال. نحن نعرف أنه على مدى عشرات السنوات السياسة الخارجية التركية مكافئة على الداخل، ونعرف أنه خلال الخمس سنوات الماضية الرؤية التركية أن أي تدخل عسكري هو توريط حتى لتركيا من قبل أطراف أخرى. أنا أعتقد أن هذه النظرة لم تتغير كثيرا، وتريد تركيا لهذه العملية أن تكون سريعة وحاسمة، وأن لا تورطها كثيرا في المستنقع السوري. ربما هناك أهداف لها علاقة بمنطقة آمنة مصغرة، لها علاقة بتدريب ودعم المعارضة السورية، لها علاقة بمعركة حلب، لها علاقة بالملف الكردي، لكن لا أعتقد أنه وفق الرؤية التركية هناك رغبة أو اتجاه لإبقاء قوة عسكرية ثابتة ودائمة في الأرض السورية. ربما النفوذ والقدرة على التأثير هو المراد أكثر من وجود عسكري على الأرض. وهذا الإشارة للأهداف، ذكرت جملة أهداف تكتيكية، لكن هناك هدف استراتيجي: النفوذ والقدرة على التأثير في مستقبل سوريا. هل فعلا بعد عملية جرابلس فك الحصار عن حلب، الجميع تحدث بأن غطاء سياسي دبلوماسي وأيضا ممكن حتى عسكري تركي لعملية فك الحصار عن حلب، ثم أتت عملية جرابلس، هل فعلا تركيا استراتيجيا قادرة على تحقيق أهدافها في سوريا بعد سلسلة هذه النجاحات؟ يعني ليس لن تكون بمفردها إطلاقا، لأنه لا طبعا لتركيا حسابات، لكن لدول إقليمية ودولية أيضا حساباتها. لذلك هذه الحسابات كلما تعارضت تضاربت فيما بينها كلما تعقد المشهد أكثر فأكثر. من هنا يعني في النهاية لابد أن يكون هناك تنسيق وتفاهم مع العديد من القوى بالنسبة لتركيا. أقول هذا الكلام. طبعا كما أنت أشرت أيضا، التطورات الأخيرة في حلب ربما كانت قد لعبت دور أساسي في هذا التحول الذي نتابعه الآن على الأرض، لأنه كان هناك أيضا ردات فعل باتجاه الداخل التركي من خلال عمليات إرهابية. هذه أيضا كانت جزء من استراتيجية الرد على التحول في حلب. الرد التركي جاء عبر درع الفرات. طبعا أنا أتوقع في المرحلة المقبلة أيضا أن يكون هناك رد آخر على درع الفرات، لا نعرف كيف سيكون، لكن يعني مسألة ليست مستبعدة. بشكل أو بآخر المنزعجين من هذه العملية الآن يعيدون ترتيب صفوفهم ودراسة التطورات المستجرة على الأرض، وسيكون هناك تعامل بشكل أو بآخر. من الذي سيتحرك؟ هل واشنطن ستقبل عملية درع الفرات وتتبناها؟ لأنه حتى الساعة تقول شيء ثم بعد ساعات تقريبا تقول شيء آخر. يعني النائب الرئيس الأمريكي جاء إلى زيارة وكانت الأجواء مشجعة، حتى أنا كتبت وقلت أنه تعبير مجازي تواجد في غرفة العمليات يوم تحرك القوات باتجاه شمال سوريا. عاد بايدن وعدنا نسمع الآن مواقف أمريكية متناقضة مختلفة، يعني بين هذه المواقف التي نتابعها منذ الأمس حتى الآن، مثلا دعوات للتهدئة للحوار، قوات فصل بين البيدي وبين القوات التركية. هذا يعني طرح فعلا، إذا كانت واشنطن جادة في مسألة الفصل بين القوات، ما الذي تعنيه هنا؟ عليها أن نحن نقول أنه هذا التنظيم إرهابي في تركيا وأنه نريد القضاء على هذا التنظيم تماما كما نريد أن نحارب ونقضي على داعش، لكن على الأرض واشنطن تقول لنا شيء آخر، أنه هي تحتاج إلى البي دي وأنه أوقفوا هذه الاشتباكات. العملية اسمها درع الفرات، يبدو أنه واشنطن تنسى ذلك. درع الفرات تعني مباشرة الفرات، تعني الحرب على داعش، وتعني أيضا إعادة القوات الكردية إلى غرب الفرات. من هنا أنا أرى أنه إلى شرق الفرات. من هنا أنا أرى برأي الشخص طبعا من خلال المتابعة، وقد أبالغ في هذا السيناريو، أنه إذا ما تحركت واشنطن باتجاه تعريض الخطة التركية إلى النصف أو إلى إجبار تركيا في طرح صيغة تحالفات جديدة في شمال سوريا مع لاعبين إقليميين ودوليين، قد تمضي تركيا وراء تصعيد أكثر فأكثر أكثر خطورة. لأنه البيدي بالنسبة للأتراك تنظيم إرهابي، وهذا التنظيم الإرهابي موجود في شرق الفرات أيضا، وتركيا قد تتحرك لضرب
شرق الفرات مباشرة. طيب دكتور، يعني عملية درع الفرات لم تتضح لحد الآن النتائج والملامح العامة لهذه العملية، لأن التداعيات لازالت مستمرة، ولكن هل قادر هذه العملية أن تصبح منصة تنطلق منها تركيا من أجل فعلا ما تحدث عنه أهداف استراتيجية؟ هل هذا ممكن؟ يعني تركيا تقول دائما وتردد أنه أنها لا تريد أن تحتل، وأنها تعرف أن هناك لاعبين أساسيين في الملف السوري، وهي تريد دائما أن تنسق. ربما هذا التنسيق هو الذي دفع تركيا إلى الدخول بهذا الشكل والانتشار مع الجيش السوري الحر. الآن المشكلة الأساسية ليست في الخطة التركية فقط، علينا نطرح السؤال بشكل آخر: ما الذي يدفع البي دي إلى التشدد في والإصرار على البقاء في غرب الفرات؟ لماذا لا تضغط واشنطن التي قالت أنها أخذت تعهدات من البي دي أنه سينسحب؟ لماذا لا تضغط باتجاه انسحابه؟ ثالثا، مثلا معركة منبج كيف ستقع؟ هل البي دي الآن يقول أنه يغادر غادر سيقاتل في منبج بشكل كبير أم لا؟ يعني واشنطن التي تتحرك لحماية شريكها الكردي عليها أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار أنه الشريك التركي لن ينتظر إطلاقا أن تذهب واشنطن وراء الأكراد وتقنعهم أو تضغط عليهم أو تقول لنا أنني عجزت عن إقناع الأكراد، لأنه أظن أنه تركيا عندها مشروع آخر بعيد المدى، كما قلت لك ربما في اتجاه شرق الفرات، مشروع آخر هذا التمدد قد يذهب باتجاه الرقة ولن تتريث إطلاقا إذا ما دخلت في تفاهم مع روسيا وإيران. في إشارة للرقة، إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش، كان في آخر رد كان في غازي عنتاب، كان ردا عنيفا داميا. هذا أحد تجليات انعكاس عملية درع الفرات أو أي تدخل تركي في الشأن السوري مباشر. هل ننتظر اليوم ردود أفعال إن كانت إرهابية أو مؤثرة بشكل عام على الداخل التركي دكتور سعيد؟ بطبيعة الحال يعني أنا لا أعتقد أنه عملية كبيرة بهذا الحجم وبهذه الاستراتيجيات سوف تمر نرجو أن تمر بسلام، لكن صعب جدا يعني. صعب جدا الحقيقة، وفي كل هذه التهديدات وفي كل هذه هؤلاء اللاعبين المتداخلين أحيانا في الخطط وحتى التواجد الميداني. بطبيعة الحال يجب علينا أن نذكر أن الخطة أو العملية، عملية درع الفرات، ليست محددة الأهداف والمراحل تماما، وليست حتى محددة السقف الزمني. يعني أساس الأتراك يؤكدون على أن هذه العملية ستستمر حتى تفكيك كل المهددات لتركيا، وهذه الحقيقة عبارات فضفاضة جدا، بمعنى أنه ليس لدينا جدول زمني محدد وليس لدينا أهداف أو مراحل محددة. كنا نتحدث عن جرال بوستون، عندما انتهى بدأ أساس الأتراك يتحدثون عن المرحلة الثانية، مرحلة إعادة الأكراد إلى شرق الفرات وهو الخط الأحمر التركي المعروف الذي انتهك سابقا، ويبدو أن تركيا الآن تريد أن تقدم رسالة حازمة أنني لن أسمح بذلك أبدا. داعش أو تنظيم الدولة موجود، له وجود في داخل تركيا. هناك بعض الأبحاث أو الدراسات التي قدرت التعاطف بين نسبة 5 إلى 8% معه. بعض التقارير الحكومية التركية، التقارير الرسمية، تحدثت عن 2000 من الشباب خلايا نائمة، بعضها تحدث عن آلاف أكثر من ذلك حتى. ونذكر أنه حتى تفجير غازي عنتاب كان وسط جمع الحشود مقابل جرابلس في كرقمش، وبالتالي كان محاولة للضغط على تركيا لكي لا تقوم بهذه العملية. فمن باب أولى الآن هذا الانسحاب التكتيكي الذي قامت به داعش من جرابلس حتى لا تواجه القوات الكرد التركية الداخلة، هذا يعني أنهم يعملون وفق استراتيجية معينة. وأعتقد أن ردات الفعل قادمة. الآن تركيا تواجه داعش في سوريا، تواجه الفصائل الكردية YPG والPYD، وأعتقد أن هذه أيضا لها ارتباطها المباشر والعضوي مع حزب العمال الكردستاني PKK، وهذا سيؤدي إلى بطريقة أو بأخرى لبعض الردود داخل الميدان. الآن التماسك الداخلي، تماسك المؤسسة العسكرية خلف القيادة السياسية، تماسك حتى أحزاب المعارضة بطريقة أو بأخرى، حتى التي ترددت أو أبدت بعض الملاحظات لكن قالت هذا خطر يجب عليها أن يبدد، موقف حزب الحركة القومية القوي والواضح وكأنه يعطي الشيك على بياض كما يقال في العربية للحكومة التركية، واضح جدا. هذا يخفف ربما نوعا ما ولو نسبيا من المخاطر، لكن وحتى حالة الطوارئ التي تعطي صلاحيات تنفيذية واسعة لأجهزة الأمن والسلطة التنفيذية الحكومة التركية، هذه الحقيقة تعطي قوة، لكن من الصعب جدا أن نقول أن هذه العملية يمكن أن تمر تماما بلا أي تداعيات، لكن سيكون أعتقد الأمر أو ستكون الحكومة قادرة على مواجهة
أو يجب أن تكون مستعدة على الأقل على مواجهة هذه التهديدات وهذه المخاطر. تحدثت الدكتور سعيد عن تداعيات أمنية، لكن أكيد هناك تداعيات أخرى غير أمنية. اليوم هل الشارع التركي، أولا الأحزاب السياسية، الحكومة التركية ثم الشارع التركي، كيف ينظر إلى هذه العملية؟ كيف تعاطى معها؟ وكيف ستنعكس؟ هل اليوم هناك صورة أخرى لتركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة؟ هل اليوم عادت تركيا لتقول أنا فاعل محدد ورئيسي وعدت إلى الواجهة من الباب الكبير في إدارة الأزمة السورية؟ يعني أظن على مستوى أولا حزب العدالة والتنمية، المناصرين، الإعلام المقرب إلى الحكومة، لا مشكلة، يعني هناك التفاف وأصفاف كما أنا أتابع كامل ودعم واسع للحكومة في قرارها هذا وفي خطوتها باتجاه الدخول عسكريا إلى شمال سوريا. لكن على مستوى المعارضة هناك تحذيرات دائما، يعني دولة باشلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني دعم الحكومة في خطوتها، لكن أيضا هو الآخر كان عنده تحفظات بأنه ينبغي أن تكون الخطة شاملة واضحة ودقيقة ومرتبطة باستراتيجية محددة، لأنه كما قال الدكتور سعيد أنا أيضا أتفق معه، لأنه تركيا الآن دخلت لكن كيف ستستمر، ستقدم الأمور على الأرض، هذا لا يعني تركيا وحدها، لأنه التطورات الميدانية العسكرية، ردود الفعل من قبل القوى الأخرى، كيف ستتعامل واشنطن مع الآن استمرار العمليات، كل هذا يعني أنه تركيا عليها أن تعدل من خطتها من استراتيجيتها وتعتمد استراتيجية وخطوة مقابل الخطوة التي قد تلقاها على الأرض. يعني نقطة أساسية، واشنطن لو برأيي ضبطت البي اي دي الذي دعمته منذ أكثر من عامين تقريبا وسلحته وجيشته وسحبته إلى شرق الفرات، ربما كان التركيز الآن نقاش في هذه الحلقة على داعش وعلى تنظيم داعش والحرب على داعش، وهذا ما قالته تركيا أكثر من مرة. صحيح. الآن إذا تحريك البي اي دي لا يعني برأيي فقط أنه البي اي دي له حساباته ومصالحه ومسألة الكيان الكردي، من أجل ذلك هو الآن بين مزدوجين يشاغب ويتحدى واشنطن نفسها، عندما نسمع مواقف لقيادات كردية سورية تقول أنه مصالح الأكراد هي التي تحدد طريقة تعاطيهم مع هذا الملف. نحن نعرف الآن أنه مشروع الكيان الكردي ضرب في العمق، مشروع التمدد خارج شرق الفرات الآن على الأرض، يعني هل سيكون هناك محاولة تدخل قوى كبرى لقلب هذه المعادلة؟ لا أظن، يعني لأنه كما نتابع نرى أن هناك تفاهم أمريكي روسي باتجاه تعطيل التمدد الكردي بهذا الشكل بهذا الحجم، لأنه يتعارض مع حصته أيضا إذا جاز التعبير داخل تركيا، وأنا أعتذر على استخدام هذا المصطلح، لأنه إذا كانت سوريا الجديدة تذهب نحو المحاصصة على الأكراد، أن يعني إذا طالما أنهم هم الذين يتحدثون عن الفيدرالية والانشقاقات والكيان الكردي، عليهم أن يعرفوا حصتهم شعبيا سكانيا جغرافيا اقتصاديا أمنيا، كل هذه المسائل عليهم أن يأخذوها أن يأخذوا بها بعين الاعتبار، وبعد ذلك يتحركوا على الأرض. أما إذا كانوا فعلا كما يطلقون على أنفسهم حزب ديمقراطي يتبنون الديمقراطية ويريدون أن يكون جزء من ديمقراطية جديدة في سوريا، عليهم أن لا يتحدثوا إطلاقا بمنطق الانشقاق وإعلان الكانتونات، طالما أن سوريا والأزمة السورية ما زالت تتقدم على الأرض لا نعرف بأي اتجاه، عليهم أن يتخلوا عن طروحات من هذا النوع. هذه مسؤولية الآن الولايات المتحدة الأمريكية، إذا حاولت واشنطن كما قلت لك قبل قليل أن تتجاهل كل هذه المسائل وتذهب وراء تركيا فقط للضغط عليها أن لا توسع من العمليات العسكرية وأن تأخذ بعين الاعتبار أن القوى الكردية أيضا، لا أظن إطلاقا أن أنقرة ستقبل بذلك. إشارة مهمة دكتور سمير حول حصة الأكراد في تركيا أو مشروع تركيا عفوا في حصة الأكراد في سوريا الغد، وكيف ينظرون إلى موقعهم، أو فعلا هم يتبنون فكرة ديمقراطية لسوريا أم هم أصحاب مشروع تقسيم عرقي؟ دكتور سعيد لو نفتح قوس هنا وهو في ارتباط بالمسألة الكردية التركية والسورية، دائما الأكراد على مدى أكثر من 60 سنة كانوا لعبة أو الطموح أو المظلمة الكردية أو حق الأكراد في التعبير عن وجودهم ككيان ثقافي اجتماعي كان دائما يتلاعب من قوى إقليمية ودولية كبرى، الآن في الأزمة السورية نرى ذلك بشكل صارخ،
هناك محاذير تركية، هناك أياد خفية تلعب في سوريا، في روسيا، في أمريكا، والأكراد دائما هم كأنهم يقبلون بهذا الدور وكأن ذلك يعني. شوف أولا المظلومية الكردية، نحن تحدثنا في حصة سابقة عن المظلومية الكردية، لكن أن تصل حد من أنه يمكن اختراق هذا الحالة النفسية يحس أن الإنسان يرتهن إلى أجندات لا تمت لمظلوميته بالصلة. نعم، وطبعا أولا ما تفضلت حضرتك، مظلومية الأكراد في المنطقة ككل بالمناسبة يعني في تركيا وسوريا والعراق وإيران لا خلاف عليها أبدا تاريخيا، تحديدا في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى عندما أسست كثير من الدول على أساس العرقية والقوم واللغة، فكان يحق نظريا للأكراد على الأقل أن يكون لهم دولة. الآن في واقع الحال اختلف الوضع لاحقا بين دولة وأخرى، ربما تركيا تحديدا في عهد العدالة والتنمية قدمت الكثير للأكراد، في العراق بعد غزو العراق أصبح لهم إقليم كردستان العراق وشمال العراق. المشكلة لا يمكن أن نأخذها بعيدا أو خارجا عن سياقها، يجب أن تنظر أيضا للأزمة السورية. الآن نحن لا نتحدث أولا عن أكراد سوريا، نحن نتحدث عن فصائل سياسية، فصائل مسلحة، فصائل عسكرية، لا نتحدث عن كل المكون الكردي في الشعب السوري، وبالتالي هذا أمر مهم جدا. الأمر الثالث، المشكلة الأولى لهذه الفصائل الكردية، حزب الاتحاد الديمقراطي، قوات حماية الشعب، أنها اتخذت طريقا ثالثا منذ بداية الثورة، لم تكن منخرطة مع المعارضة، لم تواجه النظام، أخذت يعني أنا سميتها بين مزدوجين فكرة انتهازية نوعا ما، كان النظام يترك لها المناطق وتسيطر عليها وتنشئ المجالس المحلية وما إلى ذلك، كانت تحاول أن تستثمر الثورة وضعف قبضة الدولة المركزية، خواصر الرخوة على الحدود وما إلى ذلك. لاحقا رهنت نفسها بطبيعة الحال، حصلت على دعم وحصلت على تأييد وحصلت على تسليح، وكان المفارقة أنه مثلا نظام أو مشروع التدريب وتسليح المعارضة السورية الذي اشتركت به واشنطن وأنقرة فشل ولم يدرب العشرات، بينما الفصائل الكردية حصلت على كل الدعم والتدريب والثقة دعني أقول الأمريكية. أكثر من ذلك، ما بعد أزمة إسقاط المقاتلة الروسية دخلت روسيا أيضا على الخط مع واشنطن في التنافس على دعم المشروع الكردي نكاية بأنقرة وضغطا عليها. أنا أعتقد أن مشكلة الفصائل الكردية ليس في مظلومية الأكراد وحقهم نظريا، هذا طبعا بطبيعة الحال، حتى أكثر من ذلك قد لا يحق لأي دولة خارجية ومنها تركيا أن تقول أنا أقبل أو لا أقبل بالفيدرالية في سوريا، يجب على الشعب السوري أن يقرر ذلك، لكن الفصائل الكردية لا تفعل ذلك، هي لا تطالب بفيدرالية ما بعد الحل في سوريا، هي تفرض ذلك الآن بقوة السلاح على الأرض، هي تنجئ مجالس محلية وتقول النظام كذا والدستور كذا وبقوة السلاح، وقامت بحملات تطهير عرقية معينة في تل أبيض وغيرها، نذكر الكثير من المناطق التركمانية والعربية التي فرقت من أهلها، وبالتالي هنا لا نتحدث عن حق نظري مطلق للأكراد في إقامة دولة أو دويلة أو فيدرالية أو ما شابه، هذا لا مسلم به بطريقة أو بأخرى، رغم أنه للأسف الشديد الساحة السورية أصبحت ساحة صراع إقليمية ودولية ولم تعد فقط ثورة شعب ضد نظام ظالم أو مشكلة داخلية يمكن للشعب السوري أن يحلها بطريقة أو بأخرى. الآن آخر من يقرر والوحيد الذي لا يقرر في مستقبل سوريا هو الشعب السوري، هناك طاولة مفاوضات عليها الجميع إلا الشعب السوري، لكن الفصائل الكردية حزب الاتحاد الديمقراطي بعد انتهازيته بين مزدوجين السياسية في بداية الثورة لاحقا ارتهن للخارج، والآن يريد أن يفرض الأمر بقوة السلاح، فإذا أردت أن تفرض شيئا استباقا بقوة السلاح هناك من يملك السلاح أيضا غيرك ويحاول أن يفرض أمرا واقعا آخر، هذه هي الإشكالية الحقيقة التي أحيانا يتم التعميم بها وكأن هناك عداوة بين تركيا والأكراد أو كأن هناك استهدافا للمكون الكردي في شمال سوريا أو في سوريا بشكل عام، هي قوة مسلحة عسكرية لها ارتباط عضوي وليس مجرد شراكة أو تنسيق، لها ارتباط عضوي مع حزب العمال الكردستاني، أكثر من ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي أسس بقرار من الكاجيكا اتحاد اجتماعات كردستان التي هي المظلة المؤسسية لكل حزب العمال الكردستاني لكي تنشئ مشروعا معينا شبيها بالمشاريع الأخرى في المنطقة وفق نظريات عبد الله أوجلان وما إلى ذلك، وبالتالي لا يمكن فك الارتباط، ولذلك أعتقد أن التصنيف تركيا لهذه المنظمات أنها إرهابية أمر مهم جدا. أكثر من ذلك، تخوف تركيا استراتيجية من أي دويلة كردية بهذا الوصف، ليس أي دويلة كردية للمكون الكردي، دويلة كردية يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي أن يعطي مناطقه كمنطلق لعمليات حزب العمال الكردستاني أو لتدريبه تكون حاجز استراتيجي وجغرافي عن سوريا والعالم العربي، هذا أمر تعتبر يضر بشكل كبير جدا بحدود أمنها القومي، خصوصا إذا ما كان كما ذكرت قبل قليل متصلا جغرافيا وواصلا حتى البحر المتوسط قادرا على الاستغناء عن العلاقات الجيدة مع أنقرة. نذكر أخيرا، عفوا أنا أطلت يمكن، نذكر أنه تركيا كانت دائما تعارض بعد حرب الخليج الثانية إقليم كردستان العراق، لكن لاحقا الجوار والعلاقات المتوترة بين بارزاني وحزب العمال الكردستاني
واضطرار هذا الإقليم للتعاون مع تركيا لتصدير نفطه ربما أدى إلى ترطيب العلاقات وقبول تركيا بذلك. وبالتالي إذا ما أنشئت هذه الدويلة بطريقة أو بأخرى حتى لو في الفيدرالية وكانت مضطرة لعلاقات جوار جيدة مع أنقرة هذا قد يخفف الأمر، لكن دويلة كاملة واصلة للبحر المتوسط قادرة على الاستغناء عن هذه العلاقات وقادرة على تصدير النفط ربما عن طريق البحر المتوسط أعتقد أنها ستكون معادية لتركيا سياسيا، وأعتقد أنها فعلا ستكون خطا أحمر من منظور الأمن القومي التركي. أنت ممكن لم تطل ولكن فتحت لنا أبواب لمسألة مهمة جدا هي تداعيات عملية طرابلس على المسألة الكردية ومسألة الكردية التركية والكردية السورية، وكذلك ماذا يمكن أن نقرأ ما بعد سيناريوهات عملية درع الفرات. سنجيب عن ذلك ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. كنتم جيوش الأسد فنحن جيوش الواحد الأحد، ثورتنا مثل الصلاة بزن واحد، بزن واحد الأحد، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالشهادة بالتكبير. أهل اليمن سوف يحملون الأفقاد على ظهورهم ويفكون حصار المدينة ويفكون حصار المدن ويلحقوك إلى أوكارهم، وهذا وعد منا والله على ما نقول شيء. فرح الإذن واكتب في دفتر ذكرياتك إن طفلة بعمر الورد تعلمت من أجدادها القدماء أن تقول لك هذه بلادي وأنت تحكمها وليست بلادك ونحن نسكنها. والله 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 سنحرر فلسطين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم من أوراق تركية، عملية درع الفرات، الخلفيات والأبعاد والدلالات. دكتور سمير توقفنا في نقطة التداعيات هذه العملية على المستوى الاستراتيجي خاصة في المسألة الكردية في خريطة تحالفات تركيا في المنطقة، ولكن هناك مسألة مهمة جدا، المعارضة المسلحة السورية انخرطت مباشرة هذه المرة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية داعش بدعم وإسناد تركي، ولكن هذا الانخراط لم يكن يعني سهلا ولم يكن في سياق طبيعي لأن كانت هناك مواقف من المواجهة التنظيم.
لماذا الآن ولماذا في جرابلس ولماذا في عملية درعا؟ طبعا سؤال في غاية الأهمية، لكن قبل الدخول في الإجابة علينا أولا أن نتذكر سوية أنه كيف تعاملت واشنطن مع المعارضة السورية المعتدلة مع الجيش السوري الحر لناحية التسليح والتدريب والتجهيز. قبل قليل الدكتور سعيد تحدث عن البيدي وحجم دعم الولايات المتحدة إلى الوحدات الكردية، لكنها كانت دائما ترفض، تحاول أن توجد التبريرات والأعذار باتجاه عدم دعم المعارضة السورية في الائتلاف الوطني السوري وفي الجيش السوري الحر. لماذا برأيي؟ أنه لأن واشنطن لم تكن لتثر بهذه المجموعات، والآن هذه قدمت بعض الدعم لكن ليس يعني بالمقارنة مع ما قدمته للوحدات الكردية، أقصدون البي دي جزء بسيط جدا. الآن هذا التنسيق الجديد على الأرض بين أنقرة والجيش السوري الحر برأيي في المرحلة المقبلة أمامه يعني نقطة في غاية الخطورة، أن لا يقع معا في مطب أو في فخ أو في مصيدات إشعال أي فتنة عرقية أو دينية أو طائفية أو مذهبية أو غير ذلك في تحديدا في منطقة شمال سوريا، لأنه الذين الآن الغاضبين والمنزعجين من دخول التركي وتقدم قوات الجيش السوري الحر سيحاولون أن يردوا، بإمكانهم أن يردوا في غاية البساطة إما بإشعال فتن داخل شمال سوريا نفسها على مستوى القرى وبعض المدن في هذه المناطق بطابع مذهبي عرقي. وأنا متخوف جدا كثيرا في موضوع عفرين، أكثر ما يقلقني أنه علينا أن نكون حذرين كأتراك وكجيش سوري حر في التعامل مع هذه المسألة، لأنه الآن التمدد التركي السوري الجيش الحر سيكون بذلك الاتجاه أيضا، لأنه هناك كما تعرف جيوب مهمة لتنظيم داعش. هذه نقطة أولى. هذه النقطة قد يلعبها بعض أجهزة الاستخبارات الإقليمية والدولية، قد تلعبها إسرائيل بشكل مباشر، قد يلعبها بعض اللاعبين المحليين في الداخل السوري. طبعا لن ندخل في الأسماء يعني لأن المسألة مفتوحة، وفي غاية التعقيد كما قلنا علينا أن نكون حذرين ودقيقين في التعامل معها، نقطة أولى. نقطة ثانية، وهنا أجيب على السؤال مباشرة، أنه لو واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت الطرح التركي، الطروحات التركية، الخطة التركية، المشروع التركي قبل 3 سنوات تحديدا في منطقة في مقولة الدخول المشترك، التنسيق المشترك والدخول المشترك إلى سوريا لمحاربة داعش، لما كان البيدي وقتها كما تعرف موجود على الخارطة، حتى كان في هناك لكن في مناطق ضيقة وفي بشرق الفرات في مناطق محصورة جدا. الآن يعني بعد 3 سنوات نسأل واشنطن لماذا لم تتبنى الخطة التركية؟ لماذا أقول لك هذا الكلام؟ لأنه لو تبنت واشنطن الخطة التركية لكانت كنا فتحنا الطريق أمام المنطقة الآمنة والمنطقة العازلة، ولم نكن نناقش الآن لا التمدد الكردي ولا الانتشار الكردي أقصد البيدي، وكنا تجنبنا كل هذه الملفات. لذلك أنا قلت لك في بداية الحديث أنني مع الأسف لا أثق بمواقف القيادة الأمريكية، يعني يأتون يقولون لنا شيء يغادرون يقولون شيء آخر. الآن نسمع نقاش داخل واشنطن نفسها، يعني انظر إلى حجم السيناريوهات داخل المؤسسة الأمريكية، بدأوا يقولون لنا أنه الجناح الذي يحركه البنتاغون في سوريا يختلف مع الجناح الذي تحركه أجهزة المخابرات الأمريكية في سوريا. يعني يقال لنا أنه CIA دعمت الجيش السوري الحر والآن هو يتقدم، لكن البنتاغون غاضب لأنه يدعم البيدي، والآن البيدي مطالب بالتراجع إلى شرق الفرات. يعني كل هذه السيناريوهات برأيي مقصودة، يعني هذا الإعلام الأمريكي الذي يكتب بهذا النفس يحاول أن يخلق له تبريرات باتجاه المرحلة المقبلة لتعقيد المسألة أكثر فأكثر. نقطة أخيرة لن أطيل أكثر من ذلك، هي مسألة روسيا. الآن روسيا حتى الآن بشكل أو بآخر، يعني لا أقول أنها تدعم الولايات تدعم تركيا في مشروعها، لكن واضح تماما أن روسيا وأمريكا لم يتفاهما كما نرى في التعامل مع مسار الملف الأزمة السورية وكيف ستكون كيكون الحل. هذا يعني أنه احتمالات التقارب التركي الروسي موجود، أنه الصيغة الروسية
قد يقبل الأتراك أن يناقشوها بطريقة معدلة، وأن المرحلة الانتقالية مهمة جدا، وأن ما يقال في بعض وسائل الإعلام بشكل خجول جدا حول لقاءات أو تنسيق بين أنقرة وبين النظام السوري، كل هذه المسائل الآن ستكون مسار نقاش في المرحلة المقبلة، على واشنطن أن تأخذ كل هذه القضايا بعين الاعتبار. دكتور سعيد، يعني ما أشار إليه مخاوف أطراف دولية، هذه المخاوف أطراف دولية أصبحت هواجس عند أطراف سورية المفاصل المسلحة، مخاوف هواجس خاصة بعد تصريحات رئيس رجب طيب أردوغان عن حديث عن تسوية في سوريا، عن إمكانية بقاء الأسد في مرحلة انتقالية. ممكن أيضا كان يعتبر هذا دافع لأن تدخل الفصائل السورية المسلحة المضوية تحت الجيش الحر السوري إلى المواجهة المباشرة مع تنظيم الدولة الإسلامية، هل في ذلك وجهة لهذا الرأي؟ أشوف، خليني أكون صريح معك، المصالح التركية المهددة ودخول تركيا لحمايتها أمر مفهوم في السياسة الخارجية. تركيا تدخل لتبعد عن حدودها واستهدافا لأراضيها من عدة فصائل تعتبرها إرهابية، هذا مفهوم. تحاول أن تمنع إنشاء دولة كردية على حدودها لما ذكرناه سابقا، هذا مفهوم. حتى توجه الجيش الحر أو فصائل الجيش الحر كما تسمى الآن من المعارضة السورية المعتدلة بين مزدوجين في هذه المعركة، أنا أعتقد أنها متفهمة ومفهومة، بمعنى أنه تركيا لا تدخل فقط كطرف إقليمي، تدخل كطرف داعم للمعارضة السورية وتأتي بعد كسر الحصار عن حلب، وبالتالي هذه تفتح الحقيقة، تفتح مجالات أو تفتح على الأقل مساحات، تفتح مساحات على إمكانية إنشاء منطقة أمنية آمنة مصغرة في الشمال السوري، ولو بالأمر الواقع وليس بالإعلان الرسمي. يعني أنت عندما تحمي منطقة معينة بطيران وتكون لك نفوذ وتأثير وقدرة على حمايتها، فهذه منطقة آمنة بالواقع الفعلي وإن لم يكن بالإعلان والاتفاق مع الأطراف المختلفة. هذه تفتح إمكانية الاستمرار والتوغل في معركة حلب، هذه تفتح الإمكانية على الاستمرار نحو الباب في شمال شرق حلب، تفتح الإمكانية كما رأينا لإعطاء دفعة معنوية معينة كما رأينا في فتح معركة حماة مؤخرا البارحة ربما، كما قال الدكتور غرب شرق الفرات رقة ولاحقا طبعا الرقة ثم لاحقا ربما الموصل، يعني خطوات مكافحة داعش تأثير على قدم وساق ما يقولون. لكن في إشارة مهمة جدا الحقيقة، أنه تركيا بدخولها بهذه الطريقة الذي يبدو أنه أعد على مدى طويل جدا، أولا دخلت بإعدادات وبأعداد وبعدة فرق جوية وميكانيكية ومشاة وقوات خاصة، هذا يري أن الأمر ليس عملية أيام ولا أسابيع، الأمر مستدام، وبالتالي هذا يفتح الباب مرة أخرى أو الإمكانات على كل هذه السيناريوهات. لكن هناك إشارة متعلقة بالمعارضة رأيناها أكثر توحدا وأكثر تنسيقا من ذي قبل، وهذا أيضا يعطي إشارات. لكن أنا أيضا أريد أن أقول رغم كل هذه الإشارات وتصريح إبراهيم قلن الذي أشرت إليه بأنه يمكن للجيش الحر إذا ما دعم أن يواجه داعش والنظام معا، وهذه لأول مرة ربما منذ فترة طويلة جدا القيادات التركية تتحدث عن استهداف أو مواجهة النظام، لكن على المجال الآخر أو على نطاق آخر هناك تصريحات تعكس ذلك تماما أو عكس ذلك تماما. نعمان كرتلمش الناطق باسم الحكومة التركية ونائب رئيس الوزراء قال ردا على ادعاءات أمريكية أن هذا يعني تجاوز بعض الخطوط وما إلى ذلك، قال أن النظام نفسه في دمشق على علم بهذه العملية عبر الروس، ونحن متأكدون أن الروس أخبروها. وقبل ذلك يلدرم رئيس الوزراء قال أن النظام أخيرا بعد المواجهات في الحسكة مع الفصائل الكردية البيدي، قال النظام السوري أخيرا انتبه إلى خطورة المشروع الكردي في شمال سوريا، وكأنه يريد أن يقول أنه يمكن أن نتعاون ولو من باب خلفي أو بوابات خلفية أو وراء الكواليس على المشروع الكردي بطريقة أو بأخرى. أنا الحقيقة أريد أن أشير إلى أن هناك خطورة أن ينشغل الكل ببعضه ويبقى النظام آمنا. أنا لا أقول ذلك من باب المؤامرات، لكن فضلا عن أنه المواقف الروسية والأمريكية ليست مضمونة، الضوء الأخضر ثم التوريط ثم الضغط سيناريو أمريكي متكرر جدا وليس العراق وصدام عنا ببعيد، لكن أكثر من ذلك فكرة أنه تدخل تركيا ثم تستنزف بمواجهة داعش ثم الأكراد أو الفصائل الكردية المسلحة فقط، وأن المعارضة السورية التي يفترض أنها معارضة مسلحة قامت ضمن ثورة شعب على نظام ظالم أن تحول فقط لأداء في هذا المشروع أو في هذه المعارك الاستنزافية ويبقى النظام آمنا بطريقة أو بأخرى، هذا يحول المعركة الحقيقة ويغير كل الملفات. الخطورة الأكبر من ذلك ليس هذا فقط، لكن التدخل التركي الذي يفترض أنه نظريا داخل ليفشل سيناريوهات التقسيم والفيدرالية بالقضاء على المشروع الكردي السياسي قد يخدم من حيث لا ينتبه شريعة التقسيم،
عندما يكون هناك حماية واستدامة للحدود أو السيطرة الجغرافية والسيطرة الميدانية لكل الأطراف، هذا يعني تقسيما بالأمر الواقع مرة أخرى وأن لم يعلن رسميا. وبالتالي أنا أعتقد الحسابات دقيقة، المواقف غير نهائية حتى الآن، غير واضحة، حتى أن مراحل والسقف الزمني للمعركة وللعملية، عفوا عملية درع الفرات، غير واضحة. هذا أيضا يفتح الباب على سيناريوهات غير محدودة ومتناقضة ربما مع بعضها البعض، التطورات الميدانية أولا، موقف الفصائل الكردية المسلحة ثانيا، والمواقف الدولية تحديدا موسكو وواشنطن، وربما واشنطن تحديدا وخطورتها دائما على تركيا أكبر من روسيا التي هي عدو تقليدي لها، ستحدد الحقيقة مسار هذه العملية. وأنا أعتقد أنه نتائج عملية درع الفرات ستشكل أرضية وستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مستقبل سوريا، على مستوى الحل السياسي، على مستوى مشاريع التقسيم، على مستوى معركة حلب، على مستوى العلاقة مع النظام و أمور أخرى أو مستويات أخرى كثيرة. دكتور سمير، أشار الدكتور سعيد إلى مسألة التقسيم، مشاريع التقسيم. هل بعد معركة جرابلس، تحرير جرابلس وتدخل التركي الذي من المفترض استراتيجيا أتى ليدحض أو ليجهض فكرة مشروع التقسيم، ولازم إلى الآن هناك تخوف عند الشارع السوري، عند بعض المتابعين من مسألة التقسيم، هل هذا ممكن الحديث عن التقسيم؟ وهل عمليا هذا التقسيم هناك مسارات تدفع إليه؟ يعني برأيي خطر التقسيم أو مخاطر التقسيم لم تزل تماما طبعا، يعني ما زالت، لأنه لا نعرف بأي اتجاه. يعني ربما نحن الآن نناقش شمال سوريا، البقعة الجغرافية محددة في سوريا، لكن هناك مناطق أخرى، هناك مناطق حدودية مع الأردن لا نعرف كيف ستقدم فيها الأمور بعد مع العراق، لا نعرف، المسألة غير واضحة جغرافيا. يعني عفوا دكتور، هناك مناطق تترك للحصار وللتفريغ الديموغرافي حتى دارية مؤخرة. لذلك أنا حذرت يعني من مسألة أنه أن تكون تركيا حذرة ودقيقة وشفافة في موضوع عملية درع الفرات، لأنه هناك الآن قوى كثيرة إقليمية ودولية ستحاول أن تستغل هذه العملية بشكل أو بآخر. يعني عفوا، يعني كأنك تقول تستنسخ هذه العملية من أجل أجندة أخرى في الجنوب، ممكن في الشرق. نعم هذا ما قصدته. نقطة أهم من ذلك، يعني مثلا نسأل معا مسألتين أساسيتين نتابع جميعا التطورات على الأرض. المواقف العربية، أين المواقف العربية؟ غائبة تماما. أي المواقف الأوروبية؟ يعني الآن ربما المواقف العربية قد يكون هناك اعتراض أنه العالم العربي عنده مشاكل، وبما يكفيه من المشاكل لا يريد أن يدخل في نقاش جديد بهذا الشكل. يعني لو كانت هذه المسألة حدثت قبل مثلا 5 سنوات، دخول تركيا إلى أراضي الجار السوري، لكانت العالم العربي قام وكانت المؤتمرات واللقاءات والدعوات إلى مجلس الأمن وغير ذلك. الآن لا نرى ذلك. لماذا؟ هل لأن الآن العالم العربي يعيش أزماته هو ولا يريد أن يدخل في نقاش جديد مع تركيا، أم أنه العالم العربي يفقد المشروع، لا يوجد عنده مشروع بديل لحماية دولة عربية من التفكك، من الشرذمة، من الانقسامات؟ نقطة أولى. نقطة ثانية أيضا علينا أن نطرحها ونناقشها، أوروبا. الآن تركيا من خلال هذا الدخول تقدم خدمة برأيي كبيرة جدا للاتحاد الأوروبي نفسه. كما تعرف العلاقات التركية الأوروبية متوترة بسبب اتفاقية اللجوء. إذا نجحت تركيا في موضوع المنطقة الآمنة والمنطقة العازلة، فهذا يعني تلقائيا أنه مسألة توتر العلاقات وموضوع اتفاقية اللجوء وغير ذلك ستحل، وأن الكثير من الوافدين السوريين سيعودون إلى أراضيهم، إلى داخل هذه المنطقة. يكفي أن تدعم أوروبا ماديا الإخوة السوريين فقط في إعادة بناء هذه المنطقة، مناطقهم في شمال سوريا. هذه نقطة أيضا عالقة. لكن على الأرض ما الذي نرى؟ نرى أيضا في الداخل الأوروبي موقف الرئيس الفرنسي اليوم هولندا يحذر تركيا بشكل أو بآخر من الاستمرار في المواجهة مع البيدي، وهو يعرف أنه كما تعرف الولايات المتحدة الأمريكية تماما أنه هذا الحزب بمقياس التركي للأمور، هذا الحزب هو حزب تنظيم إرهابي بينسق مع البيكيكا الإرهابي أيضا ويستهدف الداخل التركي. ما الذي يقصده هولندا هنا؟ يعني من هنا أنا حذرت أنه الكثير من اللاعبين قد يحاولون كان يستغلوا هذه الفرص بشكل أو بآخر لإشعال فتيل تفجير بشكل آخر بطابع جديد يعقد الأمور أكثر فأكثر ويترك تركيا في ورطة أكبر داخل سوريا. باختصار شديد دكتور سعيد، الرؤية التركية للحل أو العملية السياسية في سوريا،
باختصار. يعني أنا أعتقد تركيا قدمت مواقف بهذا الاتجاه، هي تدعم حلا سياسيا يخرج من خلال فترة انتقالية ثم يختار الشعب السوري قيادته بطريقة أو بأخرى، بل أكثر من ذلك رفعت مستوى هذا الموقف بعد التقارب مع روسيا وقدمت بشكل علني قبولها ببقاء الأسد في الفترة الانتقالية. لكن أنا أعتقد الآن العملية، عملية درع الفرات وما قبلها كسر الحصار عن حلب، يعطي الآن أوراق قوة أخرى على ملف التفاوض. في نهاية المطاف هذه المواقف السياسية هي مواقف على طاولة التفاوض السياسي وكل الأطراف داخلة في هذا التفاوض. لأن المعركة بهذه الطريقة وتوحد المعارضة، فتح معركة حما، تراجع القوات الكردية الفصائل الكردية بطريقة أخرى، النفوذ التركي الواضح الآن في شمال سوريا، كله قد يغير المعادلة مرة أخرى. ولكن في نهاية المطاف لا أعتقد أن تركيا لا في نية كما تقول أن تكون بقاء مستداما لها في سوريا، ولا هي قوة احتلال، ولا تريد أن تتورط فعلا على مدى طويل جدا وتستنزف في الشمال السوري. أعتقد أنها رسائل تقوي أوراق قوتها على طاولة التفاوض، لكن في نهاية المطاف لا أعتقد أن تغييرا جوهريا أو جذريا قد طرأ على الموقف التركي. تريد حلا سياسيا، لكن أعتقد أنها الآن ستكون أكثر قدرة على إقناع الأطراف المختلفة برؤيتها، وربما فعلا هذا يؤثر على المدى البعيد على موضوع بقاء الأسد من عدمه. لكن مرة أخرى التطورات الميدانية، مواقف الفصائل الكردية والمواقف الدولية هي التي ستحدد مسار درع الفرات وبالتالي مستقبل سوريا بطريقة أو بأخرى. شكرا لك دكتور أسامي صالح الأكاديمي المحلل السياسي التركي، دكتور سعيد الحاج الكاتب والباحث المختص في الشأن التركي، شكرا لكم مشاهدينا الكرام. هكذا أتينا لنهاية حلقة اليوم من أوراق تركيا، حتى نلتقيكم في أمان الله.